طوف راه من الناس المثاليين ولاد البلاد. واش نقول لك؟ راه تصيفط معايا مسكين نهار خميس غادي للخدمه مسكين و... تلاقيت معاه مسكين جا للقهوه، هو ضروري خصو يجي للقهوه، تحبس مسكين والحاج ما كان عنده والو. فهمتيني؟ صحة وسلام مسكين. اش كانت علاقة الزورة ديالو معاك في الكجيرة؟ واه ولادو راه كاع صحابي عايشين معانا هنايا، وسيرتو عبدي الله الله يرحمه، هذاك هو الأخ ديالي كاع اللي صاحبي وخويا كاع، هو اللي كان مسكين مات في الحادثة. واش هو كان تأثر بالوفاة ديال الابن ديالو والزوجة ديالو؟ واه ضروري، ضروري حتى الحاجة خلات بلاصتها بزاف، أمي الحاجة خلات بلاصتها مسكينة بزاف. نهار الخميس، الخميس غادي للخدمة نيت مع الجوجو، وخليت لي البلاصة، قال لي لا عبد الرحيم، قلت لي لا با الحاج ريح حتى الأول أنا غادي للخدمة، قال لي سير مسكين الله يعاونك. كيفاش تلقيتي الخبر ديال الوفاة ديالو؟ وأنا الله سمعتها، الله سمعتها، وصيفطوا لي الناس البارح مع 12 ديال الليل، ولكن ما شفتهاش حتى دابا الصباح دابا. عاد شفت، عاد شفت وما نكذبش عليك، بحال بسطو، بحال مسكين ما ماتش. عزاؤنا عزاؤكم اللهم امين. فهمتيني؟ الله يرحمه مسكين، الله يرحمه، ومن الناس اللي خيرين وكريم بزاف، انسان كريم، الله انسان كريم بزاف مسكين، ما لقاوش بحاله، وشعبي بزاف، وكيعطي لكل شيء والحنان. سيرتو الدراري الصغار، الدراري الصغار كيموت عليهم، موت على الدراري الصغار بزاف، وراه بحال الاب ديالي والله يرحمه ما نكذبش عليك، وبقى فينا الله يرحمه مسكين ويسع عليه في هذا النهار هذا، وخلى بلاصتو مسكين، خلى بلاصتو كبيره. سي مصطفى اللي كنا معاه في الطفوله ديالنا، وعندي معاه تواصل بزاف، يعني كنجي لدارو انا وعندي معاه الصور، دابا حاليا عندي معاه الصور، كنجي نزورو مني كنساكن في حي عادي. وهو مسكين سي مصطفى تعلم بزاف بالنسبة للجوجة ديالو اللي كانت توفات مسكين الله يرحمها، وبالنسبة للولد ديالو اللي كان مات حتى هو، وسميتو سي مصطفى، اللي لما كيرضاش يقول أنا مريض، يعني ما كيرضاش. سي مصطفى هو الإنسان اللي تعايش مع المرض ديالو، ولكن كنتمنى الله سبحانه وتعالى، الله ينزل عليه الرحمة يا رب، وهذا الإنسان عطى كثير كثير في الساحة المغربية، وسي مصطفى فقدناه، وفقدوا الوالدين، وفقدوا يعني المملكة المغربية كاملة، وكنتمنى ليه الرحمة، وكنتسناو دابا إن شاء الله باش يتم العزاء ديالو، إن شاء الله باش التدفين ديالو، والله يرحمه والله يصبر لعائلته. وهو كمني كان مدرب عندنا في المؤسسات الخيريه، حيت هو دوز اوتور ديال الوزاره، اوتور اللي تخرجوا من مؤسسات الخيريه، ومنهم قودات، منهم دكاتره، منهم كل شيء لي بيلوت، ولكن سي مصطفى كان ديما كيضحك، مع عمره واخا مريض كيضحك. وهذا الشيء اللي نقول لكم، احنا راه عندنا كنحسوا من داخل القلب ديالنا، واخا كتشوفنا كنهضروا، ولكن راه القلب كنحسوا به من جهته. راه زعما تصدمت انا ملي قالوا لي سي مصطفى، ولكن هذا الشيء قدر الله سبحانه وتعالى. وشكرا. سي عبد الله فنان، صديق ديال المرحوم الله يرحمه الله يتجاوز عليه، كان رجل خلوق، انسان، كان فنان بمعنى الكلمه، كل الفنانين كيحترمهم، وكل شيء الفنانين كيحترموه نظرا لطيبوبته وأخلاقه العالية. الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات. كنطلبوا من جميع الإخوان والمغاربة كاملين يترحموا عليه في هذه المناسبة ديالو، ديال الوفاة ديالو، لأنه كان رجل طيب ويحب بلاده، كيحب البلاد ديالو كثيرا، ما تكلمش لي على بلاده ولا تكلم لي عليها. وكان رجل طيب وكيحب الناس وكيحب يدير الخير مع الناس جميعا، ودائما مبشور، ودائما دائما
دائما النكته ودائما النشاط ديالو، دائما يضحك مع الناس في الطريق، يسلم عليهم وكل شيء. والله يرحمه، الله يجدع عليه رحمه. علاقتي به صديق ديالي، كنت نتواصل انا وياه ودرت معاه عده مسلسلات، منها ود القيد. ود القيد اخر مسلسل ديالو، وما كنتفكرش ان كاين شي مسلسلات عملت معاه بحال دموع رجال ولادي، شي مسلسلات بحال هكا. لا ما شفتوش اخر مره. اخر مره هاتفت ليه وتكلمت انا وياه، وقال لي رانا كنحس براسي عيان شي شويه وضرني القلب شويه، كنحس براسي الصدر ديالي. قلت ليه خصك تمشي دير شي فيزيتا وشي كذا، ولكن شحال هادي؟ يعني هو فكاهي حتى في حياته، حتى في حياته المعاشه مع الناس ومع كذا، النكته والضحك وكذا. وكان كيبغي الكره، كان كويري، كان كويري كيلعب كره مزيان. نعم، كان كيلعب كره مزيان هو ويدادي. الله يرحمه، الله يرحمه. يعني فقدنا واحد الفنان كبير في الساحه الفنيه والمسرحيه بالخصوص، والكوميديا والدراميه كذلك. فقدنا فنان من الطينه الكبيره، من الطينه العاليه. والله الله يصبرهم ويصبرنا جميعا، اصدقاء ديالو والشعب المغربي. فنان فقدناه، الله يصبر. عزاؤنا واحد. والله كاين اللي باقي الحمد لله، حنا كنعرفوه. اييه كيفاش كانت علاقته؟ سيدي حنايا كنعرفوه الصراحه، هذه كنعرفوه حنايا من ماشي على القرب وعلى البعد. السيد العمر اللي يضار له هو ولا ولادو ولا الحاج اللي توفات ليه مسكين، ولا ولدو عبد الله. وهو الحمد لله اي مع اي واحد، ما تقولش انت ما درتو فيه ولا اي واحد، الحمد لله اللهم لك الحمد. والله يرحمو مسكين وبغى الله. وخويا كنهضر انا على راسي، انا مش مع الخوان، بقى فيه الحال بصراحه، بقى فيه الحال. والله يعطيني تموته مستوره. قال لك الحمد لله راه بخير ولا خير، الحمد لله في الكلينيك فاق، نعس ما فاق الحمد لله. كيقول لك ما كان عيان، عيان مثل ديك المرض اللي قاعد عليها بالك الفراش ولا الكبر. ما تي كينوض كيتوضا، قال لك كيتوضا كيسري كيتحرك بخير ولا خير. والحمد لله داك الشيء ديال الله. لا تعرف شنو الحوايج اللي كان كيتعامل اللي كيقولها لكم راه ما كان؟ اخويا خوينا، اخويا انا غير بصراحه ما كانت حد مع ذاك واحد نغلاتهم بزاف كبيره ولا والدرب عرفوا والدرب. سلام سلام. كيهضر معاك واحد جوج كلمات ثلاثه زعما كي غادي اللي غادي تدخل فيهم مثلا هو، فهمتيني؟ وكيفتي مو سليم السيد الله يعمر ليه الدار، الله يعمر ليه الدار، لا هو لا ولادو ولا الحاج الله يرحمه، لا ولد عبد الله. كنقول لك ديما لا ديما هو كيمشي على رجلي، هو كيمشي على كيمشي على رجلي. من الموحدين هنا هو ترجم مع الحضري دحي محمد حتى بالبيدير، غادي على رجلي فهمتيني؟ ما عندوش مشكل كيف طاكسي ولا ميركابس ولا المهم غادي 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 الحمد لله. وخويا صافي لونتون نكذب عليك، صافي لونتون خويا. تلاقيت معاه هنا في حجم كابين حلقه واش بعيون، تلاقيت معاه كودي راه نصور يدي تصور تما خير ماشي واحد اخر كلمه لي انا وياه. قلت له الله سكين بدي تي راه بس كنت عارفه كان في هذيك الفكاهه المريحه، واش قدر يتعوض؟ لا دابا نو امبوسيبل، توا عند الله. نكونوا صريحين. الله يصبرهم والله يصبرنا جميعا. واش نقول لك الفنان المغربي. شكرا، الله يحفظك. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.